إذن لمن يريد أن يمتهن الطبابة أن يكون لديه معرفة جيدة بالثقافات المختلفة، حيث أن الثقافة تحدد السلوك الإنساني، والسلوك الإنساني المحدد بالثقافة الخاصة أو الثقافة العامة يؤثر كثيرا جدا على شعور الإنسان بأنه سويا أو غير ذلك. فإذا كان الطبيب يتعامل مع خصوصيات المريض فعليه أن يعرف الخلفية الثقافية كما يعرف الخلفية الاجتماعية كما يعرف الخلفية الاقتصادية، لأن كل هذه الأشياء تخلق منظومة أساسية في تفاعلات الإنسان مع متغيرات الحياة. لذلك على الطبيب أيا كان هذا الطبيب، وخاصة الطبيب النفسي أو الطبيب الذي سيعمل مع ثقافات مختلفة، أن يكون لديه معرفة جيدة بمعنى الثقافة أو الحضارة وبمعاني أخرى تشكل منظومة الحياة. وأهم شيء قبل أن نتحدث عن الثقافة أو غيرها من الأشياء، الواجب علينا أن نفهم أن التعامل مع منظومة الفكر الإنساني يجب أن تحدد بتعريف، لأن ما يحدث بيننا من تواصل أساسه هو الكلام، وكما قال العلماء لولا الكلام ما كانت هناك حضارة، لأن الكلام يوصل الفكر من إنسان إلى إنسان آخر، ومنظومة الكلام أساسية في التعامل بين الناس وبين البشر، ومنظومة الكلام والحديث أساس التعامل بين الطبيب أو ممتهن الطبابة وبين المريض الذي يطلب التطبيب. لذلك سأبدأ حديثي أولا ببعض التعريف. فإذا حبينا نقول هنقول أول حاجة ما هو تعريف الثقافة. قبل الحديث عن تعريف الثقافة يجب أن نضع بعض المفاهيم الأساسية التي يجب أن يتعرف عليها الطبيب كما أي إنسان آخر يتعامل مع الآخرين. الإنسان خاص، والإنسان مخلوق معنوي. يبقى هنا الإنسان خاص والإنسان مخلوق معنوي، وكذلك الإنسان مخلوق اجتماعي. الإنسان خاص لماذا؟ لأن عندما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه متفردا بذاته، ثم أعطاه المقدرة على أن يكون فكره. الطفل عندما يولد لا يولد بفكره، نحن لا نرث الفكر، ولكن نحن نفعل فكرنا. يبقى إذا كنت أنا المسؤول عن فعل فكري فيبقى إذن فكري خاص بي، وإذا كان فكري الخاص بي هو اللي بيعمل منظومة أو يكون منظومة سلوكياتي يبقى إذن أنا متفرد بذاتي، متفرد بفكري، متفرد بذاتي، يبقى أنا إيه مختلف. يبقى إذا تكلمنا على المنظومة الحياتية للإنسان يجب أن نضع في الاعتبار أول شيء أن كل منا مختلف. يبقى إذن أساس منظومة الحياة الإنسانية هي الاختلاف وليس الاتفاق. هذه نقطة مهمة جدا، لأن صحيح أنا بضع في الاعتبار الثقافة، ولكن أنا بتعامل مع فرد متفرد بذاته بفكره بخلفيته
بطريقة حياته. يبقى هنا الشائع هو الاختلاف والشاذ هو الاتفاق. نحن نتفق فقط في حالة التعامل. يبقى هنا اتفقنا. يبقى هنا لما اجي اقول كل انسان متفرد بذاته له فكره، له خياله، له احلامه، له سلوكياته، يعيش مع هذه الاشياء متفردا بذاته، ولكي يتعامل مع الاخرين يعدل في مجال تعامله مع الاخر. وهنا تنشا منظومه الاتفاق. منظومة الاتفاق لو حبينا نحط لها ترمينولوجي هنقول هي مفهومة الثقافة، أو زي ما بنسميها باللغة الإنجليزية الكالتشر. كالتشر معناها بالعربي الثقافة أو الحضارة، ملهاش دعوة بالتحضر، نحن نتحدث هنا عن الحضارة أو الثقافة. الثقافة هي المنظومة الاتفاقية بين البشر أو مجموعة من البشر. الثقافة لو حبينا نديها تعريف هي الأفكار التي تؤدي إلى ديناميكية السلوك الاجتماعي. لأن هنا أنا بعمل منظومة فكرية مع مجموعة من الناس عندهم المنظومة الفكرية التي تؤدي إلى نسق التعامل بينهم وبين البعض. عشان كده بنبص نلاقي فيه اختلاف. يعني مجموعات لها ثقافة، مجموعات لها ثقافات مختلفة تتفق على ثقافة عامة. هؤلاء مع بعض يختلفوا ثقافة مدينة وبعدين ثقافة دولة. الثقافة هنا ما اقدرش اقول ان انا اقدر اقارنها بالثقافات الاخرى، لان دي عملية اتفاق مجتمعي على اساسه بيبقى عندنا سمات معينة لمجتمع معين. هذه الثقافات بتحدد كيفية التعامل بيني وبين الاخر. صحيح هذه الثقافات كانت متفردة بذاتها قبل التقدم الشديد جدا في وسائل الاتصال الإعلام. ابتدى تضيق هذه الاختلاف في الثقافات مع الايه التقدم الشديد جدا في الإعلام الذي حدث في من النص القرن العشرين السابق. نرجع بقى للمرجوع بتاعنا، ما أهمية الثقافة بالنسبة للطبيب؟ هل الثقافة هنا مهمة؟ زي ما ذكرت في بداية الحديث بتاعي مما لا شك فيه أن الثقافة. ليه؟ لأني أنا بتعامل مع إنسان متفرد بذاته، وأنا عندما أتعامل مع إنسان في خصوصياته لازم أتعرف على طريقة تفكيره والفكر السائد وطريقة تعامله مع الآخرين، لأن كل هذا هي منظومة كلها بتتعامل في تشكيل إحساس هذا الإنسان بما حوله وبذاته بتحقيقه أو عدم تحقيقه. عشان كده لما بنيجي نتكلم بنقول على بني آدم شخص. ليه بنقول عليه شخص ومنقولش عليه شيء؟ لأن الإنسان هو مصدر الديناميكية الفكرية والسلوكية لذاته. الإنسان هو الأساس في تعاملاته، هو اللي بيحط الكودز بتاع كيف يتعامل مع الحياة. كل واحد عنده الكودز بتاعه، وكل واحد عنده النظام بتاعه. زي ما قلت هو عايش في هذا النظام، ولكن في نفس الوقت بيضطر ان هو يخش في منظومة عشان يقدر يتعامل، ولكن بيظل يحتفظ بذاتيته. يبقى أنا كطبيب يجب أدخل في هذه الذاتية، لأن العمل بتاعي إن أنا أغير وأصلح
العطب اللي هو موجود في داخل هذا الإنسان. لأن لما أرجع تاني وأقول نحن نتعامل مع شخص، يعني لما أجي أقول شخص يعني إيه؟ يعني شخص ديناميك، شخص يعني إيه؟ يعني شخص هو اللي بينشئ تعاملنا. عشان كده لما أجي أنا مثلا مسافر وأكتب الاستمارة فبيقول لي اسم الشخص، ما بيقوليش اسم الشيء، بيقول لي name of the subject. لو انا واخد البودر بتاعي معايا او الكلب بتاعي معايا او واخد الفيلة بوزلومة بسافر معايا واجي اكتب الاستمارة بروح كاتب ايه، بيقول لي name of the object، ما بيقوليش name of the subject. ليه؟ لان السبجكت هو اللي الديناميكي، هو المتحرك، هو المغير. انما الغير متغير والثابت هو الاوبجكت. عشان كده ليس هناك ثقافه للمخلوقات الاخرى غير الانسان، لان الانسان فكره هو الفكر المجرد. دي برضو دخلنا هنا في نقطه ثانيه، لا الفكر التجريدي. يعني ايه الفكر المجرد؟ يعني انا اغير الشيء الى معنى فاتعامل بالمعاني. انما بقيه المخلوقات لا تغير الشيء الى معنى، تتعامل مع الاشياء، فالاشياء هي التي تتحكم فيها. ولكن انا بما اني اغير الشيء الى معنى والمعنى خصوصي لاني انا اللي بنشئ المعنى، يبقى انا الذي اتحكم في الاشياء. فاذا هنا الانسان هو المنشئ وهو المتحكم وهو المغير. يبقى إذن أي عطف في هذا يجب علي كطبيب، وكي أطببه لازم أتفهم بكل هذه الأشياء بما في ذلك الخلفية الاجتماعية والثقافية لهذا الإنسان. ليه؟ لأن عشان أكلم أعمل مفاهيم لدي، هذه المفاهيم بتبدأ من أني أستقبل الشيء وأديله معنى وأجمع المعاني لأكون فكر. يبقى إذن الأشياء التي أستقبلها لها تأثير على المعاني التي أقوم بها أو أكونها أو أخلقها، والمعاني بالتالي تجعلني أكون الفكر الذي يجعلني قادرا على أن أغير الحياة حتى تتفق مع فكر وذات. هذه هي النقطة الأساسية، ودي تحط لنا نقطة. أنا بغير الشيء الملموس إلى شيء غير ملموس اللي هو الفكر. يبقى إذن عشان أعمل له منظومة فبكون الخيال، وعن طريق هذا الخيال أغير الحياة لتتناسب مع الخيال بتاعي. يبقى إذن ما يحركنا في الحياة هل هو الواقع ولا الخيال؟ في هذه الحالة الذي يحركنا في الحياة هو الخيال. فالخيال منظومة من منظومات الفكر، والفكر يحدد ويكون الثقافة. يبقى إذا منظومة الثقافة والخلفية الثقافية والفكر الإنساني هام جدا في تعاملي مع الآخر، سواء كنت أتعامل في التجارة، أتعامل في التعليم، أتعامل في الطباعة. دي نقطة مهمة جدا يجب أن نضعها في الاعتبار. الطبيب يجب أن يكون باللغة الإنجليزية سبجكتيف، لا يجب على الطبيب أن يكون أوبجكتيف، لأن هو لا يتعامل مع شيء، هو يتعامل مع شخص، والشخص مكونه ذاتي. يبقى دي نقطة مهمة جدا نحطها. كل البني آدمين زي بعضها في ايه؟ انها كل واحد منهم ليه مكون ذاتي، ولكن هذا المكون الذاتي يتأثر بالثقافة المحيطة. عشان كان كده اذا كنت انا طبيب، واذا كنت بالذات طبيب نفسي، يجب ان يكون لدي تعرف وتفهم ووضوح للخلفية الفكرية الإنسانية المتضامنة
مع الثقافة السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه المريض. عشان كده يجب أن نبحث في هذه النقطة. ليه؟ لأن التأثر الإنساني الذي يصل بالإنسان إلى الإحباط شخصي، لأن المنظومة مش منظومة ثابتة، منظومة متغيرة. لأن احنا لو جينا اتكلمنا على الأوبجكت أو الشيء، الذهب ذهب، ولكن قيمة الذهب ليا تختلف عن قيمة الذهب مع الآخرين. يعني لو جينا نلاقي طبقات الدنيا، لما تيجي البنت تتجوز فعاوزة الشبكة بتاعتها ذهب. ليه؟ لأن دي فلوس مخزنة. فيبقى هنا المعنى خلى أهمية الشيء يختلف عن الطبقة العليا. الطبقة العليا لا، عاوزة ألماس وعاوزة حاجات زي كده. فهنا الشكل، هنا الشكل الاستعراضي، ما هوش الشكل الايه؟ المادي في هذه الحالة. وهكذا لو جينا حبينا نطبق. فيبقى إذا هنا لما أنا بعمل معايير لأسباب الإحباطات عند أي إنسان، إن ما كنتش فاهم هذه المنظومة هنظر للأشياء السطحية. فيجي لي واحد غني زعلان، أقول له إزاي زعلان ده أنت غني ومبسوط؟ لا، ملهاش دعوة. أنا لازم أشوف انعكاس ذاته على الثقافة في الظروف المحيطة به، وهكذا. في نفس الوقت لو جينا بصينا هنلاقي الأمراض بتختلف من ثقافة إلى ثقافة، لأن هنا الثقافة بتحدد تفاعلات وتعامل الإنسان مع الحياة. يعني في بلاد الفلاحين بيمشوا حافيين، فلما ينزل الترعة يجي له بالهرسي، وحتى لو جيت جبت له جزمة أو جبت له حاجة يلبسها يمشي على الأرض لابس الجزمة أو الحذاء، وبعدين يجي عند الترعة يروح قالع الجزمة بتاعته وحاططها تحت باطه ونازل في الترعة. ثقافة. فيبقى عنده هنا مرض البلهارسيا منتشر. في بلاد تانية بياكلوا مثلا الأسماك النية الروفيش، فنبص نلاقي مثلا بلد زي اليابان نسبة الكانسر سرطان المعدة عندهم من أعلى نسبة في العالم. فيبقى هنا ده تأثير برضو تاني الثقافة، لأن هنا الثقافة بتسمح بأكل، هم سائل عندهم انه ياكلوا السمك الني. نيجي نبص نلاقي المغرب العربي نسبة بياكلوا هناك حاجة اسمها الشطة والكسكس، فنبص نلاقي ان عندهم أمراض الجهاز الهضمي عالية، نلاقي انسداد المعدة، الانتسسبشن، الحاجات اللي بشكل كده، نبص نلاقي النسبة بتاعتهم بتبقى عالية جدا، وهكذا. دوائر مش بس كده، ده احنا هنا كل ثقافة ليها الأكل بتاعها، وبالتالي كل ثقافة كمية أو نوعية البروتينات التي بتكون الجسم الإنساني بتختلف، نوعية الأكل تختلف، فبالتالي تأثير الأدوية عليهم بتختلف. فبنجد إن في دواء من الأدوية يبقى جدا جيد جدا في علاج بعض الأمراض في بلد من البلاد، وبالذات دي ملحوظة جدا في الأمراض النفسية، ونجد أن في بلد آخر هذا الدواء ليس له هذا نفس التأثير في الحالة، وهكذا. نجد أن هناك اختلاف نتيجة لاختلاف الطباع والأفكار واختلاف الثقافة واختلاف الفكر الإنساني. لذلك وجب على الطبيب أن يتعرف على الثقافات المختلفة، ويجب أن يضع على عاتقه أن يتواصل مع ما هو معلوم عن أي ثقافة سيعمل فيه، لأنها مؤثر شديد جدا على العلاقة بينه وبين المريض، سواء التشخيص، العلاج، واستمرارية العلاج، لأن طريقة تعاملك مع المريض هي اللي هتخليه يصر على الاستمرار في العلاج.
يعني هنا لما تيجي في المجتمع المصري لما بيروح هو يحترم الطبيب يقول له خد الدواء ده هو وتشرح له شوية هيرضى وياخده. لو رحت في بلد تانية زي مثلا السعودية أو أي مكان آخر لو رحت للمريض وقعدت تشرح له مش هيثق فيه، هيفتكر إنك أنت يعني بتغش فعشان كده بتشرح له. لا أنت لازم تقول له أنت خد العلاج ده هو ده الأصلح لي، وهكذا. يعني كلما دخلنا في ثقافة يجب أن نتعرف على طريقة التعامل مع المرض. للتلخيص النهائي أن الثقافة هامة جدا في علاقة الطبيب بالمريض، بل بالعلاقة الإنسان بالإنسان الآخر ككل، في نفس الوقت أنها تؤثر على طريقة اكتشاف الحالة، طريقة تشخيص الحالة، طريقة علاج الحالة، طريقة التزام المريض بالعلاج الذي يقدم. ونشكركم شكرا جزيلا.